اهلا بيكم معايا في درس جديد من دروس تعليم الكروشيه من وي. في درسنا النهارده هشرح معاكم طريقه عمل شال عنقود العنب. زي ما انتم شايفين الشال بيكون شكله مثلث، بيكون ارتفاعه متر ونص وعرضه مترين. بنستخدم فيه مجموعه من الغرز، غرزه الصدفه لعمل الاطار الخارجي للشال، والسلسله لتوصيل الحبات، وغرزه الباف او الغرزه المنتفخه لعمل حبات العنب، وغرزه الحشو لعمل العنقود او الاوراق الخاصة بعنقود العنب. وطبعا احنا بنستخدم غرزة العمود بلفة لعمل غرزة الصدف. هنبدأ دلوقتي نشتغل في الشال. بسم الله. اول حاجة اعملها عقدة البداية، وهعمل مجموعة سلاسل مكونة من اربع سلاسل، 1 2 3 4، هقفلهم بمنزلقة في أول سلسلة أنا عملتها، وهرتفع 3 سلاسل اللي هي ارتفاع العمود بلفة، وهدخل في الدايرة اللي أنا عملتها 3 عمود بلفة، 1 2 3. كده كونت معايا اول مجموعة انا محتاجاها مكونة من 4 عمود بلفة اللي هم 3 سلاسل الارتفاع والثلاثة اللي احنا عملناها. هنعمل كمان 3 سلاسل وهدخل في نفس الدايرة اعمل 4 عمود بلفة، 1 2 3 4، بحيث انا عايزة اكون 4 مجموعات مكونة من 4 عمود بلفة و3 سلاسل. تاني هنعمل 3 سلسلة وهدخل في نفس الفراغ تاني اعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4. كده بقى معايا 3 مجموعات، واحنا قلنا عايزين 4 مجموعات. 3 سلسلة كمان وندخل للمرة الأخيرة نعمل 4 عمود بلفة، 2 3 4. كده خلصنا قاعدة الشال زي ما انتم شايفين، عملنا فيها 4 مجموعات 4 عمود بلفة و3 سلسلة، 4 عمود بلفة و3 سلسلة، لغاية ما خلصنا ال4 مجموعات. هنبدأ نرتفع للسطر التاني، هرتفع 3 سلاسل وهلف الشغل بتاعي بالشكل ده، وهبدأ اشتغل في اول فراغ يقبل، هعمل فيه اول غرزة صدفة. دايما في طرف الشال بيكون على اليمين غرزة صدفة وعلى الشمال غرزة صدفة. هنبدأ نعمل اول غرزة صدفة. غرزة الصدفة بتكون مكونة من 3 عمود بلفة وسلسلتين و3 عمود بلفة في نفس الفراغ. ادي عمود، 2 3 عمود بلفة، وبعديهم سلسلتين، وهعمل تاني في نفس الفراغ 3 عمود بلفة عشان ابقى كونت غرزة الصدفة، 2 3. زي ما انتم شايفين عملنا اول غرزة صدفة. عايزين نوصل للفراغ التاني اللي في النص ده، هنعمل 4 سلسلة، ادي 1 2 3 4، ونروح نعمل اول حبة عنب او اول غرزة باف في الفراغ اللي في النص دوت، 1 2 3 4، ونقفل غرزة الباف او اول حبة عنب بسلسلة. علشان نروح للفراغ التاني نعمل غرزة صدفة في الفراغ التالت، سوري، هنمشي بنفس الطريقة. احنا عشان نوصل هنا عملنا 4 سلسلة، يبقى نعمل كمان 4 سلسلة عشان نوصل للفراغ اللي بعده، 1 2 3 4، ونروح للفراغ الاخير نعمل حبة صدفة، ادي 1 2 3. وعشان نكمل غرزة الصدفة نعمل سلسلتين وندخل تاني 3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. ادينا كده عملنا اول حبة عنب
عندنا في الشكل. عايزين نرتفع للسطر اللي بعده، هرتفع 3 سلسلة، ادي 1 2 3، وهلف الشغل تاني زي ما اتعودنا، وهشتغل في اول فراغ او في اول غرزة صدفة هعمل كمان غرزة صدفة، 1 2 3، 2 سلسلة، تاني هدخل ب3 عمود بلفة، ادي 1 2 3. عايزة اوصل لاول حبة عنب احنا عملناها او للفراغ اللي قبل حبة العنب اللي هو هنا ده، هرتفع 6 سلسلة، لان انا لو ارتفعت 4 سلسلة زي ما عملت في السطر الاول هتكون المسافة ما بين غرزة الصدفة والمسافة اللي قبل حبة العنب هتكون بعيدة جدا، انا هزود كمان 2 سلسلة عشان تكون السلسلة مقاسها مظبوط معايا، 1 2 3 4 5 6. هنروح للفراغ اللي قبل حبة العنب اللي هو هنا ده واشتغل حبة عنب تانية، السلسلة اللي قبل حبة العنب هنشتغل فيها غرزة بعض، نعمل حبة عنب، 2 3 4، وهقفل غرزة البخ بتاعتي او حبة العنب اللي معايا السلسلة. عايزة اوصل للفراغ اللي بعد الحبة اللي تحت اللي هنا ده، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، وهروح مباشرة للسلسلة اللي بعد حبة العنب اللي تحت واشتغل فيها غرزة بف تانية، يبقى دي تاني حبة عنب هنعملها في السطر دوت، 4، وهقفل حبة العنب بسلسلة زي ما انتم شايفين، بدأت حبات العنب تتكون معانا. السطر ده عملنا حبتين عنب، كنا عشان نوصل لحبة العنب دي ارتفعنا 6 سلاسل، يبقى هنعمل زيهم بالظبط علشان نوصل لحبة الصدفة الأخيرة هنمشي ب6 سلاسل، يعني نفس الارتفاع اللي بنرتفعه في أول السطر هو اللي بنكمل بيه السطر، 1 2 3 4 5 6، ونروح للصدفة نعمل فوقيها حبة صدفة، ادي 1 2 3 وسلسلتين و3 عمود بلف، 1 2 3، زي ما انت شايفين بدأنا نكون طرف الشال بعمل غرزة الصدفة او حبات الصدفة، وبدأنا نكون حبات العنقود الاول اللي هي بغرزة البر. عايزين نرتفع للسطر اللي بعده، هنرتفع 3 سلسلة ونلف الشغل زي ما كنا بنعمل علشان اشتغل على اول حبة صدفة موجودة معايا، ودايما في كل سطر هنعمل في البداية حبة صدفة وفي النهاية هنعمل حبة صدفة، ونعمل حبة صدفة مكونة من 3 عمود بلفة وسلسلتين و3 عمود بلفة، عايزين نروح لحبة الفراغ اللي قبل حبة العنب دوت. المسافة ما بين الفراغ اللي قبل حبة العنب مش هتكون 6 زي ما احنا ارتفعنا في السطر اللي قبله، هتكون المسافة اكبر، يبقى هزود كمان 2 سلسلة، يبقى هشتغل 8 سلاسل لغاية ما اوصل للفراغ اللي قبل حبة العنب دوت، واشتغل
حبة عنب جديدة. هنعمل 8 سلسلة، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، واشتغل في الفراغ او في السلسلة اللي قبل حبة العنب اللي عندي تحت، هشتغل حبة عنب جديدة. 1 2 3 4، وهقفل حبة العنب بسلسلة. عايزة اروح لحبة العنب التانية او النص الفراغ اللي في حبة العنب اللي بعد حبة العنب التانية، هنعمل سلسلتين، دي 1 2، واروح للسلسلة اللي في النص ما بين حبتين العنب اللي تحت دول، زي ما انت شايفين هشتغل في السلسلة اللي في النص دي ما بين حبتين العنب اللي تحت، هعمل تاني حبة عنب. 1 2 3 4، واقفل غرزة البط او حبة العنب بسلسلة. عايزة اروح للفراغ اللي بعد الحبة اللي تحت التانية دي عشان اعمل تالت حبة، هنمشي بسلسلتين، 1 2، واروح للسلسلة التانية اللي بعد حبة العنب اللي تحت، اشتغل حبة عنب جديدة. 2 3 4، واقفل بسلسلة. عايزة اروح لغرزة الصدفة دي، احنا في بداية السطر علشان نوصل لحبة العنب الاولانية ارتفعنا بتمن سلسل، وزي ما اتفقنا ان احنا اللي بنعمله في بداية السطر هو اللي بنكرره في نهاية السطر عشان نوصل للصدفة الاخيرة. يبقى هرتفع 8 سلسلة زي الاول بالظبط، 1 2 3 4 5 6 7 8، واروح لغرزة الصدفة اعمل فوقيها صدفة جديدة. 1 2 3، سلسلتين، 1 2 3، وزي ما انتم شايفين بدأ معايا عنقود العنب يزيد حباته. هنرتفع للسطر اللي بعده كالعادة، هنرتفع 3 سلاسل ونلف الشغل بالشكل دوت علشان نشتغل على وشه، ونعمل فوق الصدفة صدفة جديدة. 1 2 3، سلسلتين، 1 2 3. عايزة اروح للفراغ اللي قبل حبة العنب دوت، هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، وزي ما اتفقنا بنروح للفراغ او السلسلة اللي قبل حبة العنب اللي تحت دي هنا، واشتغل حبة عنب جديدة. 1 2 3 4، بدخل في نفس الفراغ 4 مرات عشان اعمل او اكون غرزة الباف اللي هي حبة العنب اللي معايا، وزي ما عملنا في السطر اللي قبله على المسافة ما بين كل حبة عنب والتانية سلسلتين، وبندخل في السلسلة اللي في نص الفراغ اللي فوق حبات العنب سلسلتين، وهدخل في الفراغ اللي بعده في نص السلاسل بالشكل دوت، واعمل حبة العنب اللي بعدها، 1 2 3 4، واقفل بسلسلة. زي ما انتم شايفين بدأت حبات العنب او بدأنا نوصل للسطر اللي هو اللي قبل الاخير بالنسبة لاول عنقود عنب عندنا، لان كل عنقود عنب بيكون مكون زي ما انتم شايفين
من الحلقة الأولى السطر الأول بيكون فيه حبة والتاني فيه حبتين والثالث ثلاثة والسطر الأخير من العنقود بيكون فيه 4 حبات عنب وبعد كده بنبدأ نعمل الأوراق الخاصة بعنقود العنب. يبقى احنا كده في السطر دوت ده آخر سطر هنشتغل فيه حبات عنب للعنقود الأول، هنشتغل فيه بنفس الطريقة زي ما عملنا في السطور اللي تحت. ارتفعنا بثمان سلاسل، عملنا أول حباية في الفراغ اللي قبل الحباية اللي تحت وسلسلتين ودخلنا عملنا حباية تانية، هنكمل نعمل سلسلتين وندخل نعمل حباية تالتة وسلسلتين وندخل نعمل آخر حباية اللي هي بتكون في الفراغ اللي بعد الحباية اللي تحت. وزي ما ارتفعنا 8 سلاسل في البداية هنرتفع 8 سلاسل في النهاية ونوصل نعمل غرزة صدر. هكمل السطر وهرجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر زي ما اتفقنا، عايزة ارتفع للسطر اللي بعده عشان ابدأ اعمل غرز الحشو اللي هي عبارة عن الجذع او الاوراق بتاعت عنقود العنب. ارتفع 3 سلاسل، 1 2 3، وهنلف الشغل زي ما اتفقنا. هعمل فوق الصدفة صدفة زي ما اتفقنا، دايما في بداية الشغل صدفة وفي نهاية السطر بتكون فيه صدفة. 1 2 3، وزي ما انتوا شايفين ان مع الصدفة بتكون فيه هنا فراغ الثلاث سلاسل اللي بنرتفع بيهم، الفراغ ده هو اللي بنركب فيه او بنحط فيه الشراشيب الخاصة للشال بعد كده لو حابين تركبوا له شراشيب. سلسلتين كمان 3 عمود بلفة ونكمل الصدفة. هرتفع 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنروح لأول غرزة بف أو أول حبة عنب للفراغ اللي فوقيها على طول زي ما انتوا شايفين كده دوت، وهدخل وأبدأ أعمل غرز حشو. أول غرزة حشو أدي 1، وهشتغل السلسلتين اللي بعديها كمان غرزة حشو، 2 3، وغرزة البف اللي بعديها 4، وكمان السلسلتين اللي بعدها 5 6، وغرزة البف اللي بعدها او حبة العنب اللي بعدها 7، وهنشتغل كمان السلسلتين دول غرزة حشو دي 8 9. مش هشتغل اخر غرزة بف لاني انا عايزة بس نعمل الورقة اللي فوق العنقود بالشكل دوت. يبقى هنشتغل 9 غرز حشو فوق حبات العنب، بنشتغل اول حبة وسلسلتين اللي بعدها وتاني حبة وسلسلتين اللي بعدها وتالت حبة وسلسلتين اللي بعدها، بنكون 9 غرز حشو. كنا في بداية السطر ارتفعنا 8 سلسلة ورحنا للحبات، عشان نمشي من الحبات لغرزة الصدفة اللي بعدها هنرتفع زيهم بالظبط زي ما قلنا، زي ما بنعمل في الجزء اللي على اليمين بنمشي بنفس الطريقة في الجزء اللي على الشمال. هنعمل كمان 8 سلسلة دي 1 2 3 4 5 6 7 8، واروح للصدفة زي ما قلنا ونعمل فوقيها صدفة، 1 2 3، سلسلتين 1 2 3. عايزة ارتفع للسطر اللي بعده زي ما انتوا شايفين احنا بدأنا نعمل اول غرز حشو لاوراق العنقود الاول، وفي السطر اللي جاي دوت هنبدأ نكون مع بعض العنقود التاني، هنشوف ازاي هنكون العنقود التاني لعنقود العنب. هنرتفع كالعادة 3 سلسلة ونلف الشغل ونعمل حبة صدفة فوق الصدفة، 1 2 3، وسلسلتين 1 2 3.
دلوقتي انا عاوزة اروح اعمل، طبعا انا مش هشتغل حبة العنب فوق العنقود هنا، لا انا عايزة اشتغلها في الفراغ اللي في النص دوت. احنا ارتفعنا 8 سلاسل في السطر اللي قبله، انا هشتغل في السلسلة الرابعة. علشان اروح للسلسلة الرابعة، المسافة ما بين السلسلة الرابعة وما بين الصدفة هتبقى حوالي 6 سلاسل. هرتفع 6 سلاسل واشتغل في الحبة اللي رابعة في السلسلة الرابعة من السلاسل اللي تحت دي. 1 2 3 4 5 6. هعد من تحت السلاسل دي، 1 2 3 4 في نص السلاسل، 2 اول حبة عنب في العنقود الاول اللي فوق او في تاني عنقود هنعمله دلوقتي. 3 4، وزي ما اتفقنا احنا بنقفل غرزة الباب بسلسلة او اول حبة عنب بسلسلة. عايز امشي ما بين حبة العنب دي وابدأ اشتغل غرز حشو هنا، مش هشتغل في اول غرزة حشو، هشتغل في تاني غرزة حشو، يعني الغرزة الاولانية في غرز الحشو مش هشتغلها، والغرزة الاخيرة في غرز الحشو برضك مش هشتغلها. يبقى احنا كان عندنا 9 غرز حشو تحت في السطر اللي قبله، دلوقتي هنشيل منهم 2، هنشتغل دلوقتي 7 غرزة حشو. علشان اوصل لغرزة الحشو التانية مش الاولى، هنشوف المسافة ما بين غرزة الباف دي او حبة العنب دي وبين تاني غرزة حشو هتكون 4 سلاسل. 1 2 3 4، ونفوت اول غرزة حشو زي ما اتفقنا مش هنشتغل فيها، هندخل في تاني غرزة حشو ونشتغل غرز الحشو. ادي 1 2 3 4 5 6، وزي ما انتم شايفين بنكمل غرز الحشو لغاية الغرزة اللي قبل الاخيرة، لان الغرزة الاخيرة دي مش هشتغل. كده وصلت للغرزة اللي قبل الاخيرة، عايزة اروح في نص السلاسل اللي تحت دي اعمل اول حبة عنب في العنقود الثالث. احنا علشان نمشي من حبة العنب دي لغرز الحشو مشينا 4 سلسلة زي ما اتفقنا، ان احنا في النص الشمال بنمشي بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها في الجزء الاولاني اللي هو اليمين. يبقى هعمل كمان 4 سلسلة زي ما عملنا في الطرف ده، واشتغل في رابع سلسلة تحت. ادي 1 2 3 4 اللي هي تعتبر في نص السلاسل اللي تحت حبة عنب. 2 3 4، واقفل حبة العنب بسلسلة، وزي ما عملنا في اول السطر ارتفعنا بست سلاسل في البداية، كمان هنرتفع 6 سلاسل عشان نوصل للصدفة الاخيرة. 1 2 3 4 5 6، واروح واعمل حبة صدفة. هخلص وارجع لكم. رجعت لكم تاني، زي ما انتم شايفين في السطر اللي فات كنا بدأنا نكون اول حبة عنب في العناقيد اللي هو العنقود الاول، يعني تاني وتالت عنقود معانا في الشيل. عايزه ارتفع للسطر اللي بعده، السطر اللي بعده هنرتفع 3 سلسلة ونعمل حبة صدفة. بعد كده المسافة ما بين حبة الصدفة والفراغ اللي قبل حبة العنب دي هيكون عبارة عن 8 سلسلة. هنشتغل حبة صدفة وتمانية سلسلة، ونشتغل حبة عنب في الفراغ اللي قبل حبة العنب، ونشتغل كمان سلسلتين، لا سوري 3 سلاسل، ونشتغل في الفراغ اللي بعد حبة العنب نعمل كمان حبة عنب، وبعد كده 6 سلاسل، ونشتغل في تاني غرزة حشو نعمل غرز حشو للغرزة اللي قبل الاخيرة، لان احنا اتفقنا ان احنا منشتغلش غرزة الحشو الاخيرة. وهكذا هنكمل نفس السطر بنفس الطريقة، 6 سلسلة نعمل حبة عنب قبل الحباية اللي تحت، و3 سلسلة ونعمل حبة عنب بعد الحباية اللي تحت،
وبعد كده 8 سلسلة ونعمل الصدفة اللي في آخر السطر. هنبدأ نرتفع 3 سلاسل، نلف الشال بالشكل ده، نشتغل غرزة صدفة، 1 2 3، سلسلتين، 1 2 3. اتفقنا ان احنا هنعمل المسافة ما بين غرزة الصدفة دي والفراغ اللي قبل حبة العنب هيكون معايا 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. وزي ما عملنا تحت هنروح للسلسلة اللي فوق الفراغ اللي فوق حبة العنب الأولى اللي قبلها، السلسلة اللي قبلها، واشتغل حبة عنب جديدة، 2 3 4. واقفلها بسلسلة. عايزة اروح للفراغ اللي بعد حبة العنب اللي تحت، همشي 3 سلسلة، 1 2 3، واروح للسلسلة اللي بعد حبة العنب او الفراغ اللي بعد حبة العنب اللي تحت، واعمل تاني حبة عنب في العنقود دوت، 3 4، واقفل حبة العنب. عايزة اروح من عند حبة العنب دي اوصل لتاني غرزة حشو هنا، المسافة ما بين غرزة العنب دي او حبة العنب وما بين غرزة الحشو اللي هنا تاني غرزة حشو هتكون 6 سلاسل، 1 2 3 4 5 6. وهبدأ اروح لتاني غرزة حشو عندنا، مش هنشتغل الاولى زي ما اتفقنا، هنروح للتانية على طول، وهشتغل غرز الحشو لغاية الغرزة اللي قبل الاخير. مش هشتغل الاخيرة، يبقى انا ما بشتغلش الاولى وما بشتغلش الاخيرة. وزي ما عملنا في بداية السطر كانت المسافة ما بين غرز الحشو واول حبة عنب هنا كانت 6 سلاسل، برضك همشي من هنا لهنا 6 سلاسل، هشتغل حبة عنب في الفراغ اللي قبل حبة العنب و3 سلاسل، وهشتغل تاني حبة عنب في الفراغ اللي بعد حبة العنب، وهرجع اعمل 8 سلسلة عشان اوصل للصدفة واعمل الصدفة الاخيرة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت حبة الصدفة. زي ما انتم شايفين ان احنا بدأنا كده عملنا عنقود، ولما ارتفعنا بعد كده بدأنا نعمل 2 عنقود مع زيادة الشال. السطر اللي بعده هرتفع 3 سلسلة والف الشغل بتاعي واعمل صدفة فوق الصدفة زي ما اتفقنا، طبعا الصوف اللي بتشتغلوا بيه لو حابين تشتغلوا بصوف سميك زي دوت مفيش مشكلة، ولو حابين تشتغلوا بصوف اللي هو رفيع بتستخدموا الابرة اللي بتكون ارفع من الابرة اللي انا شغالة بيها. انا عشان الصوف معايا كان سميك استخدمت ابرة رقم 4 ملي، لكن طبعا لو صوف اقل هنستخدم ابرة اصغر. عايزة اروح من حبة الصدفة للفراغ او للسلسلة اللي في الفراغ اللي قبل حبة العنب اللي تحت، هنشتغل 8 سلسلة، المسافة ما بين هنا وهنا هتكون 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8. وطبعا واحنا بنشتغل بناخد بالنا وبنقيس كده بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، بنشوف المسافة اذا كانت محتاجة فعلا 8 او محتاجة اقل او محتاجة اكتر وبنعملها. بس طبعا احنا دلوقتي ماشيين على باترون معين، فبنعمل نفس العدد اللي هو بيقول لنا عليه الباترون، بس زي ما اتفقت معاكم ان احنا بنشوف برضك السلاسل معايا هتوصل لنفس المكان ولا لا، وهتكون مرتاحة ولا لا. هروح للسلسلة اللي في الفراغ اللي قبل حبة العنب
اشتغل حبة عنب جديدة، واحد اثنين ثلاثة اربعة، واقفل الحبة واعمل سلسلتين. عايزاكم تاخدوا بالكم من حاجة، دايما المسافة ما بين اول حبتين عنب بنعملهم بعد الحبة الاولى بيكون 3 سلاسل، لكن في الحبات اللي فوق بعد كده بتكون دايما ما بين كل حبة وحبة سلسلتين بس مش 3. وهشتغل في السلسلة اللي في النص الفراغ اللي بعد حبة العنب، واعمل حبة كمان واكلف سلسلة سلسلتين عشان اوصل للحبة اللي بعدها، واروح للسلسلة اللي في بعد اللي في الفراغ اللي بعد حبة العنب اللي تحت، واعمل حبة عنب جديدة. بالشكل ده وقفلنا بسلسلة. عايزة اروح لتاني غرزة حشو، هنا مسافة ما بين غرزة الباف دي او حبة العنب اللي هنا وتاني غرزة سلسلة هيكون تاني غرزة حشو هيكون 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6. نشوف بالشكل دوت وصلت معانا السلاسل لتاني غرزة حشو، يبقى احنا كده ماشيين مظبوط. هسيب اول غرزة حشو مش هشتغلها واروح لتاني غرزة حشو وابدأ اشتغل لغاية غرزة الحشو اللي قبل الاخيرة اللي هي دي، مش هنشتغل الاخيرة. وزي ما اتفقنا ان احنا اللي بنعمله في الجزء اللي على اليمين من الشال هو هو اللي بنكمل بيه الجزء اللي على الشمال من الشال. ارتفعت بتمن سلاسل، عملت حبة عنب ما بينهم سلسلتين وتاني حبة ما بينها سلسلتين، تالت حبة، وبعد كده 6 سلاسل واشتغلت غرز الحشو. يبقى علشان اوصل لأول حبة عنب هنعملها هنا هنشتغل 6 سلاسل ونعمل حبة عنب سلسلتين وحبة عنب سلسلتين وحبة عنب، 8 سلسلة، وهعمل الصدفة الأخيرة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني، زي ما انتم شايفين خلاص احنا قربنا نوصل للسطر الاخير اللي هو بتاع عن ايد العنب اللي معانا التانيين دول اللي هو ده وده. هنبدأ نعمل 4 حبات عنب في كل عنقود. هنشوف هنبدأ نعملهم ازاي. هنعمل صدفة، هرتفع 3 سلسلة والف الشغل بتاعي بالشكل دوت، اشتغل صدفة فوق صدفة عايزة اروح من عند الصدفة دي للفراغ اللي قبل حبة العنب هنا، المسافة ما بين هنا والفراغ اللي قبل حبة العنب اللي تحت هيكون 8 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8. وزي ما كنا بنعمل في القصر اللي فاتت هنروح للسلسلة اللي فوق الفراغ اللي قبل حبة العنب اللي تحت واشتغل حبة عنب جديدة. اقفل حبة العنب اللي معايا بسلسلة. عايز اروح للفراغ اللي بعد حبة العنب اللي تحت في النص هنا، في النص هنا زي ما انتم شايفين، واشتغل تاني حبة عنب. هعمل سلسلتين، 1 2، واروح للسلسلة اللي في النص هنا في الفراغ اللي ما بين حبتين العنب واشتغل حبة عنب جديدة. واقفل بسلسلة. هروح للحبة اللي بعدها وناخد سلسلتين
ونروح للنص الفراغ بعد حبة العنب هنا او ما بين حبتين العنب اللي تحت، واقفل حبة العنب بسلسلة كده. فاضل لي حباية، هاخد سلسلتين واروح للسلسلة اللي في الفراغ اللي بعد حبة العنب اللي تحت مباشرة، واعمل اخر حبة عنب معي. واقفل بسلسلة. عايزة دلوقتي اروح لتاني غرزة حشو عندنا هنا عشان اعمل اخر غرزة حشو، لان احنا مبقاش معانا فاضل غير ثلاث فراغات. هنسيب اول واحد ونسيب اخر واحد، يبقى هنشتغل غرزة واحدة بس اللي هي في النص دي. هشتغل 6 سلسلة، 1 2 3 4 5 6، وهي زي ما اتفقنا المسافة ما بين حبة العنب دي وغرزة الحشو اللي هنشتغلها 6 سلاسل. وهشتغل في غرزة الحشو اللي في النص لان هفوت اول واحدة واشتغل في التانية، هعمل غرزة حشو وكده ما فضليش غير واحدة مش هشتغل فيها. وزي ما اتفقنا ان احنا اللي بنعمله في الجزء اللي على اليمين من الشال هو اللي بنقرره في الجزء اللي على الشمال من الشال. انا عشان اوصل لغرزة الحشو دي ارتفعت 6 سلاسل، يبقى هنا كمان هرتفع 6 سلاسل، وبعد كده اعمل حبة عنب في الفراغ اللي في السلسلة اللي في الفراغ اللي قبل حبة العنب اللي تحت، وسلسلتين وحبة عنب في النص، سلسلتين حبة عنب في النص، سلسلتين وحبة عنب في الفراغ اللي بعد حبة العنب، بعد كده 8 سلاسل واعمل صدفة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر. عايزة ارتفع للسطر اللي بعده وابدا اعمل غرز حشو فوق عنقود العنب علشان اعمل الورق بتاعه، وابدا في السطر اللي بعده اكون عناقيد جديده. هنرتفع 3 سلاسل، هلف الشغل بتاعي كده، وزي ما انتم شايفين طبعا بدات عناقيد العنب تبان معانا، العنقود اهو باين، ورقه الشجره الخاصه بيه. وبعد كده بدانا نعمل عنقودين تاني زياده، وهنبدا نعمل دلوقتي الاوراق الخاصه بيهم. هنشوف ازاي نشتغل غرزه صدفه فوق الصدفة، سلسلتين، 3 كمان عمود لفة، عايزة امشي المسافة ما بين غرزة الصدفة دي اروح لاول غرزة ضف او الفراغ اللي قبل غرزة اللي هو فوق غرزة البف على طول، السلسلة او الغرزة اللي فوق غرزة البف دي، الفراغ دوت، وادخل فيه وابدأ اعمل غرز الحشو. المسافة ما بين غرزة الصدفة واول غرزة بف 8 سلسلة، 1 2 3 4 5 6 7 8، ونشوف زي ما انتم شايفين كده مظبوط. هنروح ليه الفراغ اللي فوق غرزة البف مباشرة زي ما انتم شايفين ده اهو، واشتغل فيه اول غرزة حشو، وهشتغل السلسلتين اللي بعدها غرز حشو، وهروح للفراغ اللي بعد اللي فوق سوري غرزة البف اللي بعدها، واشتغل السلسلتين اللي بعدهم كمان غرز حشو، وادخل في الفراغ اللي فوق غرزة البف اللي بعدها، واشتغل السلسلتين اللي بعدهم كمان غرز حشو بالشكل ده لغاية ما يتكون معايا 9 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 مظبوط. هنمشي بنفس العدد زي تحت بالظبط عشان ما بقاش فيه حاجة معانا مختلفة. تحت عملنا 9 غرز حشو، في كل عنقود عنب هيكون فوق منه بردك 9 غرز حشو. بعد كده نبدأ نتناقص في القسطر اللي بعدها. المسافة
ما بين غرزة الحشو دي وبين اول غرزة ضف الناحية التانية عشان نعمل فيها غرز حشو هتكون 9 سلاسل. هنعمل 9 سلسلة علشان نوصل للمكان ده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وزي ما عملنا في الجنب الاول الطرف اليمين هنعمل في الطرف الشمال، ندخل فوق الفراغ اللي فوق اول غرزة باف ونشتغل غرزة حشو. ادي واحد، والسلسلتين اللي بعديها كمان حشو، 2 3، وغرزة الباف 4، وسلسلتين اللي بعديها 5 6، وغرزة الباف 7، والسلسلتين اللي بعديها 8 9. كده بقى معانا 8 غرزة حشو زي بالظبط الطرف اللي على اليمين. عايزة اروح لغرزة الصدفة، انا كنت ارتفعت 8 سلسلة هنا، يبقى هنا كمان همشي 8 سلسلة. 1 2 3 4 5 6 7 8، وعمل غرزة الصدفة بتاعتي فوق غرزة الصدفة اللي قبلها. وتاني هنقول ان غرزة الصدفة مكونة من 3 عمود بلفة وسلسلتين وتلاتة عمود بلفة تاني. كده خلصنا العنقودين دول، هنرتفع للسطر اللي بعده علشان نبدأ نكون عنقيد عنب جديدة. هنعمل هنا عنقود وهنعمل هنا عنقود وهنعمل هنا عنقود، وبالشكل دوت هيبدأ يزيد معانا عدد عنقيد العنب، وكل ما بنرتفع اكتر بيدينا عنقيد عنب اكتر لغاية ما نكمل كل الكمية بتاعتنا او المسافة بتاعتنا اللي هي بتكون ارتفاع 1.5 متر وعرض 2 متر. هرتفع للسطر اللي بعده 3 سلسلة، وبعد كده اعمل غرزة صدفة، لف الشغل واعمل غرزة صدفة فوق غرزة الصدفة لتحت. عايزة اوصل للمسافة اللي هي هنا دي في نص السلاسل دي الـ8 اللي احنا عملناها، هرتفع 6 سلسلة واجي في السلسلة الرابعة او في نص بالظبط الشغل، يا ممكن تكون الـ5، واشتغل اول حبة عنب هنعملها هنا. ادي 1 2 3 4 5 6، واعد من تحت 5 سلاسل، هدخل في السلسلة الـ5 من تحت، 1 2 3 4 5، وادخل اعمل اول حبة عنب في العنقيد الجديد. واقفل بسلسلة. المسافة ما بين عنقود العنب وغرز الحشو هنا هتبقى 7 سلسلة. لتاني غرزة حشو زي ما اتفقنا ان احنا بنسيب الاولى وبنسيب الاخيرة وبنشتغل بس على الغرز اللي في النص. هنعمل 7 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7، وبعد كده في شغلنا هيبقى دايما المسافة ما بين كل حبة عنب وغرز الحشو هتكون 7 سلسلة. ندخل في تاني غرزة حشو، هنفوت اول واحدة وندخل في التانية نشتغل غرز حشو لغاية الغرزة القبل الاخيرة، لان احنا اتفقنا ان احنا بنشتغلش الاولى والاخيرة، بنشتغل بس غرز الحشو اللي في النص. عايزة اروح للفراغ لنص الفراغ دوت هنا واعمل حبة عنب،
هنشتغل زي ما مشينا من هنا من حبة العنب دي لغرز الحشو 7 سلاسل، هنشتغل هنا كمان 7 سلاسل. واحد، 2، 3، 4، 5، 6، 7. وهروح للسلسلة الخامسة اللي تحت، اشتغل هعدهم 1، 2، 3، 4، 5، اول نص السلاسل بالظبط بايدينا كده نشوفها، واشتغل حبة عنب جديدة. شكلها وقت حبة العنب زي ما انتم شايفين. احنا في سطر ضغط بدأنا نكون 4 عناقيد عنب، دي اول حبة في كل عنقود، ادي 1، 2، هنبدأ تاني. نشتغل هنا 3 عناقيد عنب، هنشتغل هنا غرف حشو، وبعد كده هنعمل هنا العنقود التالت. المسافة ما بين غرزة الباف او حبة العنب دي وغرز الحشو كانت 7، يبقى هنكمل كمان 7 ونكمل غرز الحشو، وتاني نعمل 8 نعمل هنا حبة عنب، وبعد كده 8 سلاسل ونعمل الصدفة. هكمل السطر وارجع لكم. رجعت لكم تاني، وزي ما انتم شايفين بعد ما خلصنا السطر دوت احنا بدأنا نكون كمان 3 عناقيد عنب. اول حاجة عملنا عنقود في الاسطر اللي بعد منها، زادت العناقيد وبقت 2، بعد كده زادت الفراغات وبقوا 3 عناقيد عنب. هنكمل، هرتفع السطر اللي بعده 3 سلسلة والف الشغل بتاعي زي ما اتفقنا، واشتغل غرزة صدفة. المسافة ما بين حبة الصدفة والفراغ اللي قبل حبة العنب هنا هيكون 7 سلاسل. هنشتغل 7 سلسلة، وزي ما اتفقنا ان احنا بنشتغل عدد السلاسل على قد راحة الشغل معانا. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. وهروح للفراغ او السلسلة اللي في الفراغ اللي قبل حبة العنب، واعمل اول حبة عنب في السطر دوت بالشكل ده. واقفل حبة العنب بسلسلة، واحنا اتفقنا ان اول حبتين عنب بيكون المسافة ما بينهم 3 سلاسل، وبعد كده حبوب العنب اللي بتبقى فوق ده ما بين كل واحدة والتانية سلسلتين، يعني الاتنين بس اللي هما اول حبتين بيكون ما بينهم 3 سلاسل، لكن في السطر اللي بعده كل الحبات بيكون ما بينها فراغ او المسافة اللي ما بينهم بيكون سلسلتين. 1، 2، 3، وهدخل في السلسلة اللي في الفراغ اللي بعد حبة العنب اللي تحت، اعمل تاني حبة عنب، 2، 3، 4، وهقفل حبة العنب بتاعتي بسلسلة. عايزة اروح من عند حبة العنب دي لتاني غرزة حشو اشتغلناها، هتكون المسافة 7 سلسلة. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 زي ما انتم شايفين كده، هنوصل لتاني غرزة حشو اشتغلنا، ونشتغل في تاني غرزة حشو عملناها، هنفوت الأولى وندخل في التانية، ونشتغل لغاية غرزة الحشو الأخير. دي قبل الأخيرة، والأخيرة دي مش هنشتغل، ونفس النظام هو
المسافة ما بين غرز الحشو اللي هنا وبين اول الفراغ اللي قبل حبة العنب اللي بعدها هيكون 7 سلسلة، وبعد كده 3 سلسلة، وبعد كده نعمل تاني حبة عنب و7 سلسلة ونروح لتاني غرزة حشو نكمل غرز الحشو اللي قبل الاخيرة، وبعد كده 7 سلسلة ونروح للفراغ اللي قبل حبة العنب اللي تحت، اعمل اول حبة عنب 3 سلسلة، اروح للفراغ اللي بعد حبة العنب اعمل تاني حبة عنب 7 سلسلة واعمل الصدقة. بالشكل دوت على نفس النظام دوت هنبدأ نكمل الشال كله بنفس العدد لغاية ما نبدأ نكون شال عنقود العنب ونوصل للأمتار أو للمساحة المسافة اللي احنا عايزينها ونكمل على الأساس ده. بكده يكون خلص درسنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم واستنوني في درس جديد من ويك.